فالأول نظرة عامة كده على حال الصحة في مصر والمستشفيات الجامعية أو التعليمية، بتشتغل في إيه أو إيه الفرق ما بينها وما بين المستشفيات العادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بشكر حضرتك على الاستضافة، وكل سنة وانتم طيبين ومصر كلها بخير على العام الميلادي الجديد، وإن شاء الله يبقى السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت وكل سنة أحسن من اللي قبلها في الصحة وفي غير الصحة يا رب إن شاء الله. بالنسبة للمستشفيات الجامعية، المستشفيات الجامعية هي بطبيعة الحال المفروض إن هي مستشفى بتعالج المستوى الثالث بتتعامل مع العلاج في المستوى الثالث، يعني مش مفروض إنها تتعامل مع الحاجات البسيطة الأولية. ده في العالم كله حاصل، ولكن في بلدنا ده مش الوضع. الحاجة التانية اللي احنا دايما بنتكلم عن المستشفيات الجامعية بنتكلم بس على المنظومة العلاجية. الحقيقة المنظومة العلاجية هي شق مهم جدا في عمل المستشفيات الجامعية، ولكن هناك المنظومة هي مسؤولة عن المنظومة التعليمية للطلبة ما قبل التخرج وما بعد التخرج واكتساب المهارات حتى المراحل المتقدمة والطبيب المتميز والدراسات العليا وخلافه. ثم المنظومة برضو المنسية في مصر شوية، منظومة البحثية. الثلاث مهام دول هم مهام المستشفيات الجامعية، طبية تعليمية بحثية. طبعا ما هياش زي أي مستشفى خاص أو أي مستشفى وزارة الصحة أو أي مستشفى خلافه، لا، المستشفيات الجامعية معنية بالأساس بنفس درجة الأهمية. وساعات بنحط المنظومة العلاجية، مش عايز أقول في النمرة 3 أو النمرة 2، لكن ماشي نمرة 1، لأن المنظومة التعليمية هي الأساس، إعداد الأجيال، إعداد طبيب المستقبل على أحسن مستوى، وهي على جميع المستويات، ما قبل في المرحلة ما قبل التخرج بنسميها المرحلة الأولى أو ما بعد التخرج، والتعليم الطبي المستمر أو continuous medical education واكتساب المهارات، لأن هي عملية دايناميك أو ديناميكية مستمرة، ما هيواش اتعلم وخلاص. الطبيب بيقعد يتعلم لحد ما يعني يتوفاه الله، دايما في جديد، والحقيقة التقدم سريع جدا. فمش علاج بس، بنتكلم علاج مهم جدا عشان المرضى المصريين والغير القادرين منهم بالذات، لأن طبعا في الأغلب العام هي نظام تعليق مجاني، علاج مجاني، ولكن بنفس درجة الأهمية لازم أقول أني المهام التعليمية في جميع المراحل والبحثية مهمة قوي. ومن المنطلق ده إحنا مقسمين شغلنا في مستشفى جامعة عين شمس إنها تقوم بالثلاث مهام بنفس الدرجة، ويحصل التقدم بالتوازي في كله، في البحث العلمي الطبي أساسي وكلينيكي، في التعليم في مراحل مختلفة، وطبعا تقدم في العلاج العام والتخصصي بالذات. دلوقتي بقى كل العلاج كله تخصصي، فعندنا المراكز المتخصصة والتخصص الدقيق داخل التخصص العام على يعني درجة كبيرة. لكن ما بيكونش في جزء استثماري يعني بيغطي النفقات، يعني دايما بنقول مش استثماري، نقول عليه اقتصادي. يعني طبعا عشان بس دايما بنسمع ان في إشكالية، طبعا ما فيش موارد المسألة. لا، لو هنتكلم على الموارد وازاي نغطي النفقات ده سؤال اخر وموضوع كبير. لكن في اقتصادي مش استثماري، يعني غالي، يعني على درجة فندقية عالية، ده موجود في بعض المستشفيات. عندنا في عين شمس التخصصي جزء اللي تتبع الجامعة، مش الكلية صحيح، لكن اللي تتبع الجامعة، عندنا جزء اقتصادي في أقسام معينة، عندنا جزء على درجة مرضية جدا، ولكن هو في الأساس للمتوسط والأقل. وبنحاول دايما ان يكون الجزء المجاني يا اما هو الأساس يا اما نعظمه بقدر ما، لكن مش مجاني بمعنى كله بتحمله الدولة. الجامعات الأهلية، الفاند ريزنج هو الأساس في حياتنا اليومية في المستشفيات الجامعية، سواء على مستوى الإدارة العليا أو على مستوى الأقسام أو على مستوى مجلس المستشفيات. وده مش عيب، ده موجود في كل حتة في العالم، زي ما قلت في أحاديث متكررة، في هارفارد، في ستانفورد، في أوكسفورد، كله بيعملوا فاندريزنج في المستشفيات بتاعتهم وفي التعليم وفي البحث. احنا حتى هنا الفاندريزنج مركز قوي على أصحاب الجامعات الأهلية والزكاة والصداقات، يقولك أنا عايز علاج المرضى، ده مهم جدا. لكن انا في تقديري انت عايز تطور وتحدث، فتشتغل برضو على الابحاث والتمويل الافضل والتعليم. طيب.